وأنا أناصحه وكذا وأسأل أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعالج. أنا أقول الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط نرديه المستشفى، ما هو نذفف عليه ونقتله نقضي عليه. ذول الحدادية إذا جرح جرح صغير هلكوه، إذا طاح خلص لا يقوم يهلك. وإذا تخيلوا أو افتروا علي أنه أخطأ لابد أن يهلك. فهذا منهج ليس إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنساني، هذا وحش، منهج وحش يفترس الناس ظلما وعدوانا، لا يفعله إلا أخس الوحوش وأقذرها. فهذا منهج مرفوض يا إخوة، منهج أنشئ للتفريق والتمزيق. كل منهج يمزق ويفرق فهذا علامة واضحة عليك الشمس أنه منهج مبتدع. من شأن منهج السلف التجميع، الجمع، جمع العقل، جمع الكلمة، وحدة الكلمة. ومن شأن البدع التفريق، فإذا رأيت منهجا يصدع بالباطل مو بالحق فهذا منهج باطل ومنهج مبتدع. بارك الله فيكم.